مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز يطلع على المزيد من التفاصيل حول فعاليات اليوم الثالث من استقبال المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. انتهت منذ قليل الفعاليات الخاصة بالمقابلات بالدورة الخاصة بالمرأة تقود. هذه المقابلات خاصة باختيار الأشخاص الأقدر والأكثر تأهلا للمشاركة في هذه الدورة. على مدار 3 أيام شارك 360 من السيدات من الأعمار بداية من 20 عاما وحتى 50 عاما شاركوا في هذه المقابلات بعد عدد كبير من الاختبارات الذين اجتازوها بالفعل خلال الأيام السابقة بهدف بالطبع التأهل للمناصب القيادية المختلفة. هذه السيدات جاءوا من قطاعات حكومية وقطاعات خاصة وأيضا من أعمال حرة. المهم أن تكون هذه السيدات أعمارهم تتراوح من 20 عاما إلى 50 عاما، أن يكون يحملون الجنسية المصرية وقادرين على التعلم والتأهل والتأهب للمستقبل. هذه كانت 3 أيام شارك وزراء، شارك أجانب وسفراء، شاركوا في هذه المقابلات الشخصية التي يحددون من خلالها قابلية هذه السيدة أو الامرأة للوصول لمناصب قيادية وتحديدا شغفهم بالتطوير والتغيير في المجتمع. تعمل هذه الدورة فور قبول هؤلاء السيدات على عدد كبير من المهارات، سواء كانت مهارات قيادية أو مهارات تنفيذية، ولكن الهدف الرئيسي هي المهارات القيادية بالإضافة لعدد كبير من المجالات الخاصة بالوزارات المختلفة مثل مجالات التضامن الاجتماعي، مجالات خاصة بالمالية. عدد كبير من المهارات سيتم العمل عليها. نتحدث عن أكثر من 200 يوم من التدريب سيكونون متاحين لهؤلاء السيدات. انتهى بالفعل اليوم الثالث لهذه المقابلات، وبالطبع يأتي هذا ضمن البرامج الكثيرة التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل القيادات للمستقبل. وأيضا كان هناك بالإضافة لذلك الجزء الخاص بالمصريات، تأهيل المصريات في الخارج ليكونوا على أكمل وجه في التمثيل المناسب جمهورية مصر العربية في الخارج. وبالطبع ما زالت النشاطات المختلفة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب مستمرة، إلا أن هذا البرنامج أو هذه المقابلات انتهت بالفعل اليوم.